السائلة أم عبد الله من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، ذهبنا إلى العمرة عن طريق جدة ومكثنا فيها يومين بنية قضاء بعض الأعمال والذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وعندما أردنا العمرة قمنا بالإحرام من جدة، فهل العمرة صحيحة وما الواجب علينا أن نفعله إذا كانت العمرة غير صحيحة؟ إذا كنتم ذهبتم من بلدكم بنية العمرة فإن الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات الذي تمرون منه قادمين إلى مكة، ولا يجوز لكم تجاوزه بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن، أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الذي يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، ولو كان سيذهب إلى جدة هذا لا يبيح له ترك الإحرام من الميقات. فما حصل منكم أنكم ذهبتم إلى جدة وأنتم تريدون العمرة من بلدكم ولم تحرموا إلا من جدة، تكونوا قد تركتم واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيكون على كل واحد منكم فدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعمرتكم صحيحة إن شاء الله، لكن تجبر بهذه الفدية، ومن لم يجد إنه يصوم 10 أيام. نعم.